بسم الله الرحمن الرحيم. في ظل الأوضاع الصحية والبيئية الراهنة في البلاد التي رافقت وباء كورونا والذي عطل الحياة العامة والدراسية خاصة، ولأن الطلبة كانوا وما زالوا العمود الفقري لثورة تشرين المباركة ولإنصاف هذه الشريحة المجاهدة، نقف مع مطالبهم المحقة في تحقيق مطلبهم ورفع الحيف عنهم باعتماد المعدل التراكمي الاختياري ثوار ساحة التحرير. نحن من هنا من ساحة التحرير السادس الإعدادي بما يخص المعدل التراكمي الاختياري، وهذه وقفة منا معكم لأنكم كنتم وما زلتم مع الثورة، وأنتم كنتم جزء من الثورة وتحملتم الكثير. لذلك نحن من ثوار ساحة التحرير وندعو كل ثوار العراق في كل الساحات التضامن مع طلابهم برفع الحيف عنهم والضغط على وزارة التربية ولجنة التربية والتعليم في مجلس النواب لتمرير هذا القانون في هذه السنة. ما معقولة طلاب السادس الآن يمتحنون متزاحمين في ظل كورونا، والطلاب بمختصر مفيد يقولون معدل تراكمي اختياري، اللي يريد يداوم يداوم واللي يريد ياخذ على الاختيار ويعبر، ويكون هنالك في الجامعات امتحان دخول اختياري ايضا. صور شباب. عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق، عاش العراق. تحياتي. طبعا هذا كان جزء من وفائنا لشبابنا المستقبل وقادة المستقبل. سيد لي تليفونك. هذا يعني هدية صغيرة متواضعة من اخوانكم ساحة التحرير لكم، حتى نقولكم انتم مثل ما وقفتم مع ساحة التحرير ومع التظاهرات ومع تشرين المباركة، احنا واقفين وياكم ونطالب وبقوة انه يكون لكم ما تريدونه، وهذا حقكم وليس منا او فضل من حكومة او من مجلس نواب عليكم. هذا الموضوع انطرح الآن في ساحة التحرير، والآن البيان راح ينزل أيضا ويوزع على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية. العراقي كل الثوار من البصرة إلى بغداد يوقفون وياك.